بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين شهادة أحدهم أربع شهادات بالله
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَاجِئْكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ
الدعين في الدنيا
في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فَأَنْفُسُهُمْ
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
ولا غربية يكاد
فهديتها يضيء ولو لم تمسسه نار موج من فوقه موج
فمنهم من يمشي
فإنما عليه
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم
من
قد يعلم ما